دعاؤه عليه السلام في الصباح والمساء حرز آخر. بسم الله وبالله، سددت أفواه الجن والإنس والشياطين والسحرة والأبالسة من الجن والإنس والسلاطين ومن يلوذ بهم، بالله العزيز الأعز وبالله الكبير الأكبر. بسم الله الظاهر الباطن المكنون المخزون الذي أقام به السماوات والأرض ثم استوى على العرش. بسم الله الرحمن الرحيم، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ما لكم لا تنطقون؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.